قبل من مر الملف آخر، فما المبنى نتاع التجمع في شارع محمد الخامس، يعني من الأول قالوا باش يتم تخصيصه كقطب إداري، ومن بعد قالوا لا قطب استثمار. اش عملتوا فيه بالضبط اليوم؟ كنت عداو كيما خليناه 2011 كيما مازال اليوم؟ لا قاعد ثم خدمة لداخل، ثم انترتيان قاعد يقع لداخل، معناها باش يبدا، معناها باش تبدا اموره خير من اللي وقتها جاوا معايا الصحفيين وشافوها، معناها وحبيت بالحق معناها نوريهم الصحفيين الوضع نتاع المقر، وتوا معناها ان شاء الله مده اخرى معناها يشوفوا الوضع احسن. لكن نحن المتفق عليه انه من نجم يكون كان لمصالح الدوله، معناها هذه بالاساس هو عنده رمزيه معينه، لازم يكون كان لمصالح الدوله، معناها مش باش يمشي لا المستثمر ولا حتى شيء. وهذا معناها حتى السيد رئيس الحكومه هو بيدو يقولوا انه جزء كبير من اكد عليه، معناها جزء كبير من الاجهزه اللي داخل مقر التجمع انه قاع تلافها، معناتها الكليماتيزور ومعناتها كلها يعني مش اتلفت، تم بطول المده يعني 24 طابق. اي يعني سي حاطه تخيل الاسباب 17 طابق مش شوي، معناتها تخيل شويه بالطبع مش شوي، يعني عليهم على سقينه الصحفيين تعبوا معايا. اي يعني الاسانسير وقت ما يخدمش لا على سقينه وظلمه ويعطيهم الصحه كل اذا كان جزء كبير من التجهيزات اللي فيه معناتها يقع تلافه، فهذا معناتها هدر المال العام. وكان هذه من الاول في اطار زخم الثوره وقت اللي صارت من الاول انتهت الثوره تو انتهت لا حاجه معناتها تعملت. نحن تو ريت تذكر كل ليزاسانسير الكليماتيزورات الحشيش البرا حاجات الكل قاعدين كل نعملوا لها في انترتيان، معناها باش تتعاود تتقدوا وهاتوا تشوفوها، معناها ماهيش باش تقعد هكاك باش تمشي لمصالح الدوله. كلمه عامه هذه فاق ياسر سيد الوزير، وين باش تمشي بالضبط؟ باش تولي قطب اداري كما قيل في 2012، والا من بعد سمعنا هي تخصص فضاء لالتقاء المستثمرين، لشكون ماشي بالضبط؟ والا نخليوها كما كنت لا تخسر ذلك المبنى تخليه تتفرج فيه؟ لا احنا عملنا عليه مجلس وزاري مضايق جمعتين التالي، وتوا باش نعمل عليه مجلس وزاري ثاني واخير وشو يتخذ فيه القرار. تعرفوا اللي في القانون تاع التصفيه يلزم اي بنيه نتاع كيما نتاع الحزب هذا يتحدى ابيل دوفر، واللي يعطي اكثر هو اللي ياخو. نحن الحقيقه ما نجموش نمشيو هكاك، ما كانش يجينا حتى واحد من الخواص وياخذها. نحن مشينا على اساس مصالح الدوله. شنو معناتها مصالح الدوله؟ يعني ما تنجم تكون كان وزارات، لكن شنو وزارات؟ البنيه كلها في نهايه المطاف تنجم ترفع وزاره ولا اثنين. فهمتني؟ لكن فيها برشا بقايع فارغه تنجم تتبنى فيها مصالح اخرى. المهم انها للمجموعة الوطنية نقولها ماهيش لمصلحة خاص من الخواص. وقت اللي نحكيه على املاك الدولة ايضا فما العديد من الملفات تطرح، فما الاراضي الدولية تطرح، فما برشا حاجات، لكن تو خلينا في ملك الاجانب. تو مشينا لحاجة تقنية تاك خرجنا من السياسي، ولو انه مازال عندي سؤال فيما يتعلق بالاملاك المصادرة. الفترة هذه المقبلة متاع جمعتين ثلاثة القدام قداش باش نبيعوا تحديدا؟ فما ديزابيل دوك محلولين وقبلتوهم؟ شنو فما بالضبط؟ العدد ما عنديش، لكن نعرف انه كل اجتماع ثم ديزابيل دوفر. قداش عددهم في المطلق يعني؟ هو هي مساله مش سهله، معناها في كل اجتماع معناها ثم ديما تلقى 4 5 6 كل مره كيفاش انت، وخاطر مش سهله باش تبيع معناها. فهمتني؟ المهم انه نحقوا البيع، انه نبيعوا وكاو. الاذاعه الوطنيه التونسيه.